طب عندي سؤال لحضرتك تاني. اتفضل. تمام، دلوقتي الجهر بالنية في الصلاة، ايه في ناس بتجيب لك فتوة الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه ويقول لك إن في الفتاوى الكبرى إن هو قال إن اللي بيجهر بالنية في الصلاة بيستتاب، واللي لم يستتاب يقتل. لا، هذا الكلام كلام غريب طبعا. الموضوع ازاي؟ يعني عشان برضه احنا بنحب الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه والشيخ ابن القيم والشيخ ابن كثير. أنت أين قرأت ذلك لابن تيمية؟ في بعض الشيوخ بترد لا على ما لا عفوا لا بس عفوا، يعني أنت الآن تنقل عن ابن تيمية أنه قال رحمه الله تعالى أنه قال أن الذي يجهر بالنية في الصلاة يستتاب، فإن لم يتب قتل. نقلت كده ولا أنا غلطان في السماع؟ لا، نقلت كده. نقلت كده. من حقي أن أتثبت وأن أدافع عن هذا الرجل الميت. فأين قرأت له هذا الكلام؟ في الفتاوى الكبرى. فتاوى الكبرى صفحة كم؟ حدد لي الصفحة. مش عارف، أنا جبتها من على النت الفيديو. لا، النت لقيط، النت لقيط، لا يعتمد على أقوالي في كثير من الأحيان. واحد بيفتري، لو أنت واحد افترى عليك وكتب على النت إنك أنت يا فلان حرامي، هنصدقه؟ لا، فأنا عشان كده عايز أدوات. لا، أنا ما علمت هذا أبدا عن ابن تيمية رحمه الله، ما علمت ذلك أبدا عنه، ولا أتصوره يصدر منه أبدا، لظن الحسن به وبفقهه، ولأن النبي قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، تارك لدين المفارق جماعة. ولأئمة كثيرون وإن كنت لا أوافقهم يقولون بالجهر بالنية عند الصلاة كفريق من الشافعية. لا، فكلام هذا غلط، والنقل عن ابن تيمية أراه والله أعلم غلط غلط، أراه هكذا إحسانا للظن بالرجل، إلا أن تأتيني بالمصدر. الله يكرمك، الله يكرمك. لا يتصور أن ابن تيمية يقول هذا الكلام أبدا.